هنا تتم أشغال إنجاز محطة فك 2 لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تقدر ب300 ألف متر مكعب يوميا بعد خضوعها للدراسات الهندسية والمخططات الأولية بمعايير دولية. مسؤول على تنظيم الأعمال بين داخل المكتب التقني للمؤسسة. في الأعمال عندي خبرة 15 سنة. العمل تاعي في محطة فوكا هو إنجاز الخرائط المختصة في البروسيس وأيضا لفياردي. المشروع ينجز بكفاءة جزائرية من الشركة الجزائرية للطاقة وشركة كوسيدار. المخطط الاستعجالي التكميلي لخمس محطات تاع 300 ألف متر مكعب في اليوم الواحدة. مشروع فوكا ذو سعة 300 ألف متر مكعب في اليوم. اللي بدينا انطلقنا في الانجاز تاعو في 29 نوفمبر من 2022. دراسات تندار على مستوى كوسيدار. عندنا بيرو دانجينيرينغ اللي يقوم بكل التصاميم. حاليا عندنا في الورشه 300 عامل وهذا مجرد انطلاقه. محطه فوكا 2 واحدة من خمس محطات لتحلية مياه البحر تنجز من أجل توفير المياه الصالحة للشرب. خمس محطات كبرى موجودة على الساحل الجزائري في ولاية طارف، بجاية، كاب جنات، فوكا ووهران. والسعة الإجمالية نتاع هذه المحطات الجديدة تقدر بمليون وخمسمائة ألف متر مكعب يوميا. أهداف المشاريع هذه والبرنامج هذه يدخل في استراتيجية نتاع الدولة لتأمين المياه للمواطن. إنجاز محطات تحلية مياه البحر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن المائي وضمان ماء الشروب بعيدا عن استغلال مياه السدود.